تواصل القوافل العلاجية تقديم خدماتها الطبية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا. وانطلقت قافلة طبية اليوم بقرية الفرن في مدينة أسوان لتقديم خدمة الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات إلى المستشفيات في حالة ما إذا استدعت حالتهم ذلك. قافلة معانا بتضم 8 تخصصات طبية مختلفة، معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف، معانا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معانا خدمة الأشعة العادية وخدمة الأشعة التلفزيونية. بنتوجه زي ما قلت لحضراتكم للقافلة، بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في التخصص المطلوب، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي عليه الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. لو محتاج تحليل، محتاج أشعة، محتاج علاج دوائي، بيتم صرفه بالمجان في القافلة، الكشف والعلاج بالمجان في القافلة. لو كان محتاج رعاية سنوية، محتاج أشعة مقطعية، محتاج تدخل جراحي، محتاج رنين مغناطيسي، محتاج منظار، بنحوله أقرب مستشفى تابع لمدير الشؤون الصحية محافظة أسوان. كل التخصصات، جميع التخصصات، والناس بتكشف مجاني والحمد لله يعني، وتمام التمام والله يعني، مقبولين اي مقابل. نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنشكر الدكاتره، والعلاج مجان، وجيت النهارده برضه عشان اكشف يعني، والحمد لله يعني احسن واحسن. القافله الطبيه دي الخدمه فيها ممتازه ومجاني، وبتقدم افضل الخدمات للمواطنين هنا في اسوان.